ثورات نعم. من 2011 نعم. وسواء بقى من يطلق عليها ثورات الربيع العربي كان. او العبري او الاجنبي كل او اي كما مكان. يريد نعم. في النهايه دمر الوطن العربي صحيح. ده اعتقد انه واقع لا نستطيع ان نختلف عليه. صحيح. دمرت اجزاء كبيره من الوطن العربي نعم. واصبحنا لدينا العديد من الجروح المفتوحه صحيح. والملتهبه صحيح. لدينا ليبيا العراق إشكالية فيها. العراق ثم سوريا ثم ليبيا ثم اليمن ثم مصر وتونس. هقول لحضرتك حاجه، وحتى الشقيقة السعودية مش حصل فيها تفجيرات صحيح. وما زالت تعاني حد الوقت من عمليات فردية. والكويت مسجد الصادق طب ما هو حصل فيه تفجير في الكويت. والبحرين حصل فيها، وعلى الحدود التونسية في منطقة بن جردان حصل فيها عمليات إرهابية. إذا أنا عايز أقول إيه، زي ما حضرتك قلت إن في إشكاليات في الدول العربية حصل فيها، حتى الدولة المستقرة تتأثر حتى اقتصاديا من الأمان الغير موجود في الدول الأخرى. يعني التأثير أصبح تأثير شامل، إن لم يكن تأثير أمني واقتصادي مباشر إلا أنه أمني واقتصادي بأسلوب غير مباشر في الدول العربية. اللي حصل عندنا يمكن لما نشوف مثلا الشقيقة العراق ما حدث فيها سابقا، نقول الأول العراق كانت إيه يا أستاذة منى؟ العراق كانت حضارة، موطن عمل من لا عمل له، فرصة العمل ليس في مصر ولكن الدول العربية والدول الأسيوية الفقيرة والدول الأفريقية كانت موطن العمل، وكان تملك زي ما نقول ايه، انا بقولها الحسنيين، المياه والبترول، عندها الأنهار وعندها البترول موجودين، الفرات يكفي الفرات. الحاجة الثانية كانت تملك جيش مصنف من احسن جيوش العالم مثل صحيح. الجيش المصري والجيش العربي السوري، كان عندنا في المنطقة العربية 3 جيوش اقوياء. دي كانت العراق. لما الإرهاب تمكن من الاستيلاء على نصف العراق موجود ومناطق البترول الاستثمارية بحجة وجود نووي وهو طبعاً ما لم يثبت طبعاً فيما بعد. لعلم حضرتك حتى عشان برضو الناس دي بتلعب بثقافتنا للأسف، عندما قالوا أن هم عندهم نووي كانوا يعلموا أن هناك من العرب، وأنا بقولها بمنتهى الصراحة، سيؤيدهم لقناعتهم أنه فعلاً هم طالما دول أعلنوا على لديهم وسائل معلوماتية عالية سيقتنعوا أن فعلا عنده نووي وسأيدهم حتى لو مش مباشر. آه يا فندم، بس عندما يصدر بيان بعد سنوات طويلة وبعد الخراب الذي ما أنا كنت لسه أتكلم عن نقطة دي، بيان يقول فيه مش فاكرة كان وزير كولين باول أعتقد اللي هو كان رئيس وزراء بريطانيا اللي هو توني بلير. توني بلير لما طلع قال أوبس سوري إت واز ميستيك، صحيح إحنا أغلطنا، كانت خطأ. وأيضا كولين باول برضو، أنا عايز أقول لحضرتك أنا قصدي أقول إيه، هما بيكسبوا لما بيعلنوا ان هناك في نووي في العراق، بيكسبوا اصوات بتدعمهم لان في ناس عندنا بتصدق. طب ولما بيعلن بعد سنوات بعد ما دمر العراق انه كان خطا وانه برضه بيكسب من ناس يقول لك شوف الناس دول ناس واقعيين بيعترفوا بالخطا، في ناس بتصدقهم في جميع الحالات. يعني هو لما يجي يعترف ان يقول ان في نووي بيكسب ناس تتعاطف، ولما بيجي يعترف بعد سنوات يقول لك لا ده هم دائما بيدرسوا صح وبيعترفوا بالخطا ودي ميزتهم. لا يا فندم ده مش خطا انه قرر يشغل خط لا لا ده دمر دول، ده دمر دولة كامل يا فندم وجوارها برضه في مشاكل. ما هو اقول لحضرتك حاجه، هي العراق لما اتدمرت ما بتحدث مشكله اقليميه امنيه ومشكلة اقتصادية، يعني الذي يتضرر من هذا الموضوع ليس الدولة المباشرة فقط، الملاحة تؤثر، الاقتصاد يتأثر، كل الأمور. وأنا عايز أقول حتى الدول العربية من الشرق إلى الغرب عندما يكون دولة هناك فيه مشكلة أمنية أو اقتصادية كل الدول العربية بتتأثر، ودي لازم نقولها مش بنقولها سياسة لكنه حقيقة هذا الموضوع. وأيضا لو هناك أمان واقتصاد عالي يؤثر ويساعد الدول الأخرى. دي العراق. لماذا لم تستطع العراق حتى الآن الوقوف على قدميها؟ لأن أقول لحضرتك حاجة، بالرغم من أنه كل فترة بنسمع عن تقدم الجيش العراقي ضد جبهة النصرة، تقدمهم صحيح. ضد داعش. العراق يمكن النصرة في سوريا لكن هتكلم في لف سوريا داعش. داعش. أنا أقول لحضرتك حاجة، أنا من بداية عشان حضرتك قلت لفظ داعش، أنا عندي مقولة مشهورة جدا وبقولها في كل الإعلام، الإرهاب ليس فقط داعش، كل من يحمل السلاح ضد دولته أيا كان المسمى
هو جماعة إرهابية. صحيح. يطلع داعش، يطلع نصر، يطلع انصار بيت المقدس عندنا، يطلع حزب، يطلع أحرار الشام، يطلع الجيش الحر، الكلام ده كله طالما ضد دولته. وأنا بقول بمنتهى البساطة، هل أي دولة عربية أو أجنبية تقبل أن تكون المعارضة بالسلاح؟ إذا كان يقبل أن تكون المعارضة بالسلاح إذن في دولة أخرى يقبلوا عنده، يبقى بالتالي هذا المبدأ مرفوض تماما، كلمة داعش. نيجي بقى نقول اللي في العراق دلوقتي إيه الموضوع أساسا. هي للأسف الشديد مرجعية كانت مغلوطة، ديننا الإسلامي ما هوش كده، مرجعية عقائدية. فبالتالي المشكلة عندما تكون العقيدة موجودة قد يلقي المقاتل اللي هو الإرهابي السلاح، ولكن ما زالت العقيدة داخله تحتاج إلى تطوير وتنوير وتظبيط ودراسة والكلام ده كله، لأن الفكر المتطرف ما زال معانا، ما زال داخله، أينما وجد السلاح سيقوم بعملية إرهابية. العناصر اللي موجودة التي تبغي أن يكون العراق دائما في مشكلة لاستمرار نزيف السلاح، واستمرار نزيف الاقتصاد، واستمرار الحالة الأمنية، واستمرار التفكك. دلوقتي في البصرة كان في بعض الناس في بعض المظاهرات عشان المرافق. ليه؟ لأن الإرهاب يؤثر على التنمية. المرافق اللي مطلوبة في الدولة تتأثر بأن الفلوس أو الناحية المالية موجهة لصالح مكافحة الإرهاب، وبالتالي تؤثر على التنمية الداخلية والمرافق الدولة. عشان كده هناك في مشاكل أمنية موجودة خاصة الموضوع ده. ولكن الذي يحسب للجيش العراقي والشعب العراقي وكلاهما كإرادة شعبية وإرادة سياسية، أن المناطق التي كانت محتلها يحتلها سواء موارد اقتصادية، بترول، آبار البترول وحقول البترول والممتلكات الخاصة والممتلكات العامة، كانت اللي هي الدولة المزعومة دولة الإرهاب مش عايزون الإسلامية، كانت تمتلك كل هذا الموضوع. ولكن يحسب ان هم طهروها من على الأرض، اصبح من يقوم بعمليات من الجحور من جحورهم وأوكارهم يقوموا بعمليات، ولذلك هم حاليا بيقتلوا هؤلاء اللي هم الجماعات الشرازم التي تطلع تخرج من جحرها وتقوم بعمليات، ولكن هم حقيقة على الأرض لا يتمسكوا بقطعة من الأرض في أرض العراق. ده الوضع اللي في العراق. يعني ما فيش قطعة في العراق مستولة محتلة عليها لا نهائيا، وزي ما بيعملوا كان عندنا في سيناء، لا يوجد شبر مربع في سيناء، ولكن بيقوموا من آل لآخر يجمعوا نفسهم من الأوكار ويقوموا بعملية ثم يتواجد في المحكمة. طبعا العملية دي لما بيقوموا بيها بصرف النظر عن حجمها حتى لو صغيرة ومحدودة جدا لها أثر إعلامي على الأقل وأمني، الذراع الإعلامي عندهم يشتغل عليها بسيارة. صح. نيجي بقى بالنسبة للشقيقة سوريا. الشقيقة سوريا ودي موضوع مهم جدا جدا. أنا قبل ما أتكلم زمان